الاثنائي والذي يتزامن مع انطلاقة الاحتفال بعيد الفطر السعيد. أهلا بكم إذا متابعينا الكرام، أهلا بانطلاقاتنا في هذه اللحظات، السباقات التراثية، مشاركة أبناء هذا الوطن في هذا التحدي، زرع روح الانتماء لهذه الرياضة العربية الأصيلة، والتواجد دائما لكل هذه الرياضة جيلا بعد جيل. أهلا بالجميع في هذا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير دائما. كل ما نتمناها هي عيدية لكل متابعينا ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. أول الأشواط إذا ينطلق من خلال هذه اللحظات في هذا المساء، والذي يحمل التحدي والإثارة في يحمل هذا الميدان 2 كيلومتر مسافة السباقات التراثية. ومحمد بن عبد الله بن محمد الخاطري يقود عقاب على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما إلى المركز الثاني في هذه الانطلاقة هو مطروخ سعيد بن سهيل بن سعيد بن حمرور العامري على ثاني المراكز والتحديات. انتقالنا إلى المركز الثالث، السالك على المركز الثالث وأمور سالكة، راشد بن أحمد بن حميدان يقود هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع هنا نهب لهب على المركز الرابع يمع بن أحمد بن يمع بن مطر الخيلي في هذه اللحظات في هذه التحديات. ما شاء الله، انطلاقة أول الأشواط، فرحة العيد، من يكون له العيد السعيد؟ من يعلن الانطلاق؟ الرقم واحد يعلن الانطلاق الخاطري دائما في قمة أدائه وقمة تحدياته في هذه اللحظات المميزة. هنا محمد بن عبد الله بن محمد الخاطري يحمل عيدية هذه اللحظات إلى السوان، إلى السوان. ما شاء الله، عيدية الوثبة، عيدية الوثبة في هذا المساء المميز تعلن هذا الانطلاق من خلال هذا التواجد. محمد بن عبد الله بن محمد الخاطري في هذه اللحظة والتصدر لأول أشواط هذا المهرجان. الأول يدلع نفسه على الصدارة، عيدية هذا المساء، عيدية هذا المهرجان. إلى السوان، سلام يا السوان سلام. محمد بن عبد الله بن محمد الخاطري مع أول انطلاقة، مع أول تحدي، مع أول إثارة في هذه الأمسية. ما شاء الله وتبارك الله، الكل يقدم هذه الاندفاع، يأتي بالجديد من خلال هذه اللحظات. المركز الثاني يذهب مباشرة إلى لهب يمع بن أحمد بن يمع بن مطر الخيلي. المركز الثالث انطلاقة الإثارة كانت تحمل أيضا سعيد بن سهيل بن سعيد بن حمرور العامري مع مطروخ. المركز الرابع في هذه اللحظات هو السعودي محمد بن مطر بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. هذه المراكز، والمركز الخامس هتاش، على المركز الخامس سيب بن عويضة بن محمد الكربي. نعود إلى التوقيت، 3 دقائق ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية، أول عيديات هذا المهرجان، أول انطلاقة في هذه اللحظات. إلى السوان مباشرة، تهانينا والناموس ما شاء الله وتبارك الله، من أرض الوثبة إلى كل بقاع العالم، تحية وسلام من دولة الإمارات وما تحمله هذه التحديات. لهب في المركز الثاني يمع بن أحمد بن يمع بن مطر الخيلي في هذا التوقيت، 3 دقائق 13 ثانية، 7 من الأجزاء من الثواني. والمركز الثالث طار أيضا بهذا التحدي وذهب إلى مطروخ، سعيد بن سهيل بن سعيد بن حمرور العامري في هذه اللحظة، 3 دقائق 17 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. والمركز الرابع ما شاء الله في هذا الأداء المميز، إذا هنا هو
السعودي محمد بن مطر بن عبد الله بن رفيع الفلاح.